إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة دواجن أبو علي حياكم الله ومبروك لكم هذا الشهر هذا. هذه مدة ما تواصلناش ما تلاقيناش، مبروك لكم هذا الشهر هذا، ونتمنى أنه يكون أوله وأوسطه وآخره طاعة ومغفرة وعيدك من النار إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان مبارك سعيد على الجميع. إخواني الكرام، حلقة اليوم إن شاء الله تعالى هذه قريبا لأول مرة قد نطرقوا لهذا الموضوع هذا، وهي غنتحدثوا على طريقة تقديم اللقاحات للدجاج. أنا البارح كنت خديت واحد اللقاح اللي هو القنبر والنيوكاسل، بعد قبل منه كنت خديت واحد البيض اللي هو بيض شوية غالي ديال شي واحد الأنواع ديال السلالات اللي سلالات نقية مواصفات ممتازة، فما يمكنش غادي نخليهم هكاك لحقاش أنا بغيت نتهلا فيهم ونعطيهم العناية أكثر من السابق اللي هي غادي نقدم لهم اللقاحات. كما قلت لكم جبت لهم البارح اللقاح ديال القنبرو والنيوكاسل، جبت جوج ديال القربات، يعني وحده غادي نعطيها لهم اليوم ان شاء الله تعالى، وحده غادي نعطيها لهم كتذكير او لرابيل بعد 15 يوم ولا 10 ايام ان شاء الله. فغتبقاو معنا ان شاء الله باش غنوريكم الطريقه ديال تقديم هذا اللقاح بالطريقه الصحيحه وكيفاش ممكن نقدموهم، ولا بد انكم تتبعوا هذه الحلقه هذه ثانيه بثانيه باش تعرفوا المراحل، لقاش لا بد ماشي اللقاح غير اجي واعطيها عشوائيا، لا، فلكن المراحل ضروري نحترموا واحد المعايير ونحترموا داكشي اللي النشره اللي كاينه في اللقاح والنصائح ديال الطبيب كيفاش خص تستعمل اللقاح، ولو اننا عارفين خص ضروري نستشر مع الناس اللي هما عندهم خبره وتجربه باش تزيد تعلم. فهاد اللقاح هذا ضروري خصنا نعطيو الفلاليس، ما كاينش اللقاح ديال نهار 7 ايام 3 ايام 15 يوم، لا، وانما كاين اللقاح اللي غنعطيو الفلاليس. علاش نعطيو الفلاليس الصغار؟ لاخاطش تكون عندهم اولا المناعه تكون باقا ضعيفه عندهم، وتكون عندهم قابليه لهذا اللقاح هذا. حتى الدجاج الكبير ممكن نعطيو اللقاح، ما كاين باس، ايوا فاش يكون صغير غادي نتفادوا المشاكل، هذا كعلاج استباقي الامراض اللي غادي تكون مستقبلا. هنا مقبلين على فصل الصيف ان شاء الله والحراره غادي ترتفع، وغادي يكون العديد من الامراض الفتاكه والتي تكون تكاد ان تكون قاتله وفتاكه للدجاج. فمن الاحسن ان نقوموا بهذا اللقاح هذا باش نعالجوا المرض ولا نتفادوا المرض، ويكون عند الجهاز المناعي ديال الطائر واحد المناعه ضد الامراض اللي غادي تكون الاحتمال انها تكون. فبقى معنا اخواني الكرام باش نتبعوا هذه المراحل هذه وحده بوحده ان شاء الله، وتبعوا الفيديو لقطه بلقطه باش ما تخليوا حتى شي حاجه موراكم، ويكون الحلقه ان شاء الله مفيده باذن الله تعالى، وكما عاهدتونا اننا دائما ناتيكم بالمفيد ان شاء الله. فبقوا معنا ومرحبا بكم بعد ثواني ان شاء الله. تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم مره اخرى اخواني الكرام لتتمه الحلقه. اول شيء لابد من اختيار الماء المناسب لوضع فيه تلك اللقاحات، فهذا الماء هذا من الافضل ان يكون الماء ديال البئر، من الافضل ما يكونش الماء ديال الصنبور اللي فيه الكلور، ماده الكلور، وما يكونش فيه الملوحه زايده. فمن الافضل يكون الماء ديال البئر نقي ما فيهش الملوحه، ويكون الماء ديال البئر ما فيهش عاود الكلور. فمن الافضل ما لقيناش غنديروا الماء ديال البئر ولا الماء ديال الشتاء اولا نشريو الماء من الحانوت، فمن الافضل اولا نغليو الماء مسبقا ونخليوه تيبرد عاد نوضعوا فيه هاد اللقاح. حنا عندنا كما قلنا القنبر ونيوكاسل فيه جرعه ديال الفلوس، فانا ملي سولت الطبيب البيطري قلت ليه شحال ديال الماء نعطيهم، قال لي ما بين 5 يترو حتى ل 10 يترو. انا شنو درت؟ انا فضلت نعطيهم 8 يترو باش غادي نعطي الكتاكيت كاين تقريبا واحد 100 وشي حاجه قليله، نعطيهم 8 يترو فقط، نعطي الفلالس عندي وغادي نعطي عاود كذلك للدجاج الكبير حتى هو داكشي اللي غيبقى. انا عطشت الفلالس واحد تقريبا واحد ساعه د المدانه بحسب الجو، ماشي ساعه على كل شيء، كاين بعض المرات تيكون الجو بارد فماشي ضروري تعطيهم ساعه على ما عطشهم، ما والو تخليهم واحد ساعتين ثلاثة السوايع على الاقل. كان الجو سخون الحراره مفرطه فما تفوتش واحد ساعه ساعه ونص باش تاكد انهم غادي يستعملوا غادي يشربوا هذاك الماء كله اللي فيه التلقيح. اذا بقوا معنا يا اخواني الكرام باش نوري لكم الطريقه كيفاش غادي نحلوا ديك العبوه ديال التلقيح وسط الماء، ما غاديش نحلوها خارج الماء، لا وانما غادي نحلوها وسط الماء ان شاء الله
فبقاو معنا. كما قلنا هذه 8 لتر ديال الماء غادي نصبوا غنكبوا فيها هذاك اللقاح. بقاو معنا يا اخواني الكرام وتبارك الله عليكم. ها هما يا اخواني الكرام هادو هما اللقاحات ديالنا، فيهم قنبورو ونيوكاسل، الجرعه ديال 1000 فلوس. هاد القنينات تصب تقريبا في 8 لتر حتى ما بين 5 حتى 10 لتر، هذه بحسب النصيحه ديال الدكتور البيطري. هي هذه العبوه هذه ما غاديش نحلوها حنا خارج الماء، بل بالعكس غادي نحلوها داخل الماء. الطبيب البيطري تيعطينا معها قرعه ديال الماء جامده باش يلاه نوصلوها، تكون جامده باش تكون بارده. تنحسبوا بعدا هادو جوج، انا غادي نعطي غير وحده، وحده غادي نخبيها حتى نهار التذكير، يعني بعد 10 ايام ولا 15 يوما. فبقوا معنا يا اخويا الكرام. بسم الله على بركه الله، ونفتح الصدارة بعدا هادي تتحل هنايا. هاد الغلاقة هادي محيدوهاش، حلوهاش نحلوها لداخل. ها هو اللقاح، هو هذا شفتو، هاهي مكتوبة هنايا نيوكاسل قنبورو، وهادي 1000 لا دوز ديال 1000 أو لا جرعة ديال 1000 فلوس. بسم الله، ما نحلوهاش كيما قلنا على برا، نحلوها لداخل. نتمنى الصورة تكون واضحة. بسم الله، تعالى نوريكم لداخل الكاميرا. نرجعو لكم من بعد ما غادي نديرو هاد العملية هادي إن شاء الله. نتوما دابا عرفتو الأهم كيفاش تتكون، بقاو معنا. إذا قمنا بالعملية أخويا الكرام، هنا خلطنا الدواء هنايا، مخصوش يفوت ساعة إن شاء الله. العبوة هي طبيب من النصائح ديال الطبيب أنه تيقول لك هاد العبوة هادي غادفنها شي بلاصة تكون بعيدة، حنا غنخبيوها حتى ندفنوها إن شاء الله. دابا غادي نوزعوها هادي على الشرابات، حنا موجدينهم مسبقا، والشرابات غسلناهم بعيد على الكلور، وشمشناهم تتعرضوا لأشعة الشمس، وغادي نصبوا فيهم هادو هذا اللقاحات هذا بشوية بشوية الماء ديالهم، باش نعطيو الفلاس إن شاء الله الكمية المناسبة. تبارك الله عليكم، بقاو معنا. بسم الله، بسم الله. نمشيو نعطيو الفلاج الفلالس هاد الماء هاد الكمية إن شاء الله. هذا هو الفلالس ديالنا يا خويا الكرام، حنا كبينا لهم الماء، هما دابا حاليا تيشربوه، هما تيشربوه من بعد ما عطشناهم واحد شوية، والمكان لا بد أن يكون نقي معقم، ما فيهش مشاكل ديال التهوية، يعني يكون مهوي. هذا كل شيء. أنا كنفرش لهم نشارة الخشب، ولكن نشارة الخشب فيها بعض المشاكل، أن تطلع النشارة في الماء وتتغطيه وتتوسخ ليهم. دابا درت ليهم التبن، ولكن ضروري ولا بد أن نحافظوا على داك التبن ما تكونش فيه الرطوبة، باش يبقى شال ديال النظافة إن شاء الله. خاص الرطوبة هي السبب الرئيسي ديال الأمراض. هما تيشربوا ولله الحمد، الحمد لله تيشربوا. هذا هو المكان اللي تربيو فيه دائما. الكتاكيت ديالنا عبارة عن تقريبا متر على واحد متر وثمانين ولا متر وسبعين ولا أقل، ربينا فيه تبارك الله هنا، اللهم بارك ما شاء الله. هنا كاين واحد العدد ديال 110 تقريبا، تقريبا 110، والحمد لله رب العالمين. إذا هاد الماء هذا غيبقى عندهم هنا واحد ساعة هاد الماء، هنا نمشيو نعطيو داك الشيء اللي بقى نعطيو للكتاكيت الآخرين، الدجاج عفوا، الدجاج الكبير. من بعد 10 أيام غادي نعطيهم الرابي ولا التذكير. إذا يا إخواني الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من هذا اليوم، فما تنساوناش مصالح الدعاء ديالكم، وما تنساوش إخواني الكرام الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وأيضا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. فدعموني إخواني الكرام، وكما تعرفوا قناة دينا ولله الحمد قناة توعوية في هذا المجال ديال تربية الدواجن، وتنقوم بزيارات كثيرة للكثير من الحظائر وعند إخوة المربين. وايضا عندنا قناة الثانية دواجن ابو علي اثنان، هذا هو الرابط ديالها ان شاء الله، فحاولوا وشاركوا فيها ان شاء الله. هذه القناة اللي هي خاصة بالزيارات، واي زيارة تنقوموا بها عند الاخوة المربين تنحطوها في هذه القناة. هذه القناة ديالنا قناة دواجن ابو علي، هذه هي الرئيسية، فهذه تنحطوا فيها فيديوهات والحلقات مثل هذه، وفي حلقات اخرى كثيرة ان شاء الله جاية.
فما تنساوش ايضا تشتركوا في القناه الثانيه قناه دواجن ابو علي اثنان هي هذه. وتبارك الله عليكم ولا تنسونا من صالح دعائكم وما كان الا ادامه واتصل وما كان غير انقطع وانفصل ودمتم في رعايه الله وحفظه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.